فرح، هذه الطفلة التي يبدو أن الفرح بعيدا عنها، التي شغلت العراقيين بسبب تعرضها لمرض الخبيث، لتبقى بين رحمة الله ودعاء المحبين لها. شلونك حبيبتي؟ زينة. انت شنو اسمك؟ فرح. فرح، ايش وقت جيتوا الكربلاء؟ اليوم الصبح. اليوم الصبح؟ ايه. على مود شنو جيتوا الكربلاء؟ على مود تداويني واطلب طلب من امام العباس والحسين. شنو الطلب اللي تريدين تطلبوه؟ انه يشافيني. وبعد شنو تريدين تطلبين؟ ويخلينا بابا وماما. أبو فرح بعد ظهوره بنشرة أخبار التغيير لتوصله لأيادي الخير، وها هو اليوم في زين العابدين إحدى مستشفيات العتبة الحسينية لإجراء التحاليل الأولية لمعرفة حالة فرح وإيجاد حل مناسب لإنقاذ حياتها وسط حالة مأساوية يعيشها الأب لمرض ابنته من جهة وحالته المادية الصعبة من جهة أخرى. قامت المرجعية باستقبالي بمدينة كربلاء المقدسة، وكان الاستقبال يعني والله يعني أفرحني حيل. اللي استجابت لي المرجعية والناس يعني استقبلوني، والسلام بلشنا بالنفراز والرنين والناس ما قصروا وياي وكفلوا بعلاج بنتي داخل العراق أو خارج العراق. العتبة الحسينية بدورها استقبلت فرح وذويها وهم يعلنون تكفلهم بتكاليف العلاج لها سواء كان داخل العراق أو خارجه، فالميزانية مفتوحة لهذه الحالة الحرجة مع توفير كافة الدعم اللوجستي والمعنوي لهم لحين شفاء ابنتهم في الأيام المقبلة وبحسب التقارير الطبية وحالتها. بناء على التوجيه المبارك لممثل المرجعية الدينية العليا ومتولي العتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ الكربلائي دام عزه بمتابعة الحالات الإنسانية على مواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات الفضائية، وبعد ما نشر الأخ أبو فرح نداء استغاثة من خلال قناتكم المؤقرة استجابينا لهذه المناشدة وتم استقبال اليوم، وبالحقيقة حالته لإجراء فحوصات جديدة لتقييم الحالة. تعاني من ورم سرطاني في منطقة العين وأجريت لها عمليات سابقة خارج العراق. بالنسبة لنا باشرنا معهم هذه الإجراءات، تكفلت العتبة الحسينية المقدسة كامل تكاليف العلاج سواء داخل العراق من خلال مستشفيات العتبة الحسينية المقدسة أو خارج العراق. عمل الخير ومساعدة المحتاج واحدة من أساسيات التكافل الاجتماعي وسط مجتمع يسوده التعاون بين بعضهم البعض، فالعراقيون هم أصل النخوة والشهامة والرجولة. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.